كما قلت لكم الحصه نتاعنا بالله هون بنستقبلوا اللاعب الدولي السابق وائل الحريري اللي يخوض تجربه جديده تدريبيه في البوندسليغا، ولو انه كان لاعب في البوندسليغا وائل يوصل في المانيا تجربه جديده ليه. وائل اهلا بك. اهلا مرحبا بك خويا ومرحبا بالجميع الكل. شنو الامور لاباس؟ والله الحمد لله خويا. شنو الصيف في المانيا ما فماش برنامج مروحه؟ لا تو خاطر كورونا الوقت الدنيا كل كان سكر تو رجعنا نترناو والقرايه زاد وبرشا حاجات دونك خير هوني خاطر تمشي تونس تربط قاعد يرجع لالمانيا كيف جماعتين تربط واحد يقعد هون خير باش صحيح تصيرش مشاكل وكاو به. والا تجربه تدريبيه جديده اللي كنت نحب نعرف عليها اكثر تفاصيل كيفاش مع شكون الجمعيه ومزيد من المعلومات على الجمعيه هذه. انا ما بتعرف لعبت بوندسليغا الحمد لله يا ربي معنا اول واحد في تونس قبل وائل جلود لعبت هوني في البوندسليغا حاجه باهيه ودربت انا 3 سنين تالي اولبا طلعت معهم كانوا يلعبوا في الفانكيم ديفيزيون طلعتهم حتى للتروازيم ديفيزيون وبعديك روحت لتونس خاطر الوالد كان مريض والله يرحمه من بعد توفى الله يرحمه ينعمه وما قررت باش نرجع هوني. انا عندي بطبيعتي الدبلوم بتاعي اتصلوا بي جمعية اكتي فولد اسمها هي متأسسة عام 1948 اقصد جمعية في المانيا عندهم بنات يلعبوا بوندسليغا وعندهم جونيور يلعبوا بوندسليغا والسينيور بتاعهم ولاد يلعبوا تروزيام ديفيزيون دونك انا ديريكتور تكنيك مع البنات ومع الجونيور وترونور برميون ترونور مع السينيور ولاد. مزدوجة التجربة معناها مزدوجة وهذه حاجة باهية معناتها في ألمانيا صعيب على الأخر باش يحطوا واحد من بورد كي ولا في ألمانيا فما راهو قرابات 12 14 ديفيزيون راهو معناها صعيب باش يحط لك واحد سون اكسبيريونس ما عندوش اسم الحمد لله يا ربي واحد اسمه هوني حتى في ألمانيا اكس انترناسيونال لاعب مع ناس معروفين في ألمانيا هوني كيما دومينيك لاين كيما ألكسندر بيترسون ومش سهل معناها باش يحطوك أنت إترونجي على رأس هذا الكل ولا الجوان نتاعك يكونوا المان ولا حاجه تشرفني انا وتشرف كرة اليد في تونس. صحيح نتصور لما كوميم خطوه اولى نتصور تطمح للمخير سيرتو ان اول تجربه كنت ثم قلت لي ثانيه انت مازلت صغير في العمر نتصور مهنيا قدام نجم نشوفه معناها مدرب تونسي في البوندس ليغا الاولى معناها هذاك هي طموحاتي انا ذاك علاش انا تقير قاعد نقرا الوقت الدبلوم تاعي هذولي في المانيا كل شيء يلزم بالقرايه وكل شيء يلزم والحمد لله رب اللي نقرا معهم واللي يقروا فيه ناس معروفين في الدي هابي معنا هذه الجامعه الالمانيه لكرة اليد فماش ما احسن منها في العالم الكل. كما قلت لك بيان سور مازلت صغير حاجه باهيه نحب نعمل كل شيء على قاعده وعلاش ليه بوركوا با انا عندي برشا عروض في هكا في الخليج ويعني تحبش نسمي الحكايه هذيك خاطر ديما اللغه هذيك عندي في الخليج عندي شنو مازلت صغير ومش نتاعي شيء هذاك مازال نحب هوني نعمل اسم بالكدا وبعد اللي فيه ربي في الخير ربي يقدر فيه. تخمم تجربة تونسية ولا تشوف روحك بعيد على تونس توا؟ توا بور لو مومون راني قلت لك الواحد لازم يركز في الدبلوم تاعو خاطر برشا قراية برشا تتخلي برشا قراية كل يوم فما 6-8 سوايع 4 أيام في الجمعة وهوني عندهم بروجي الحاجة الباهية اللي هوني اللي حكيته انا مش نحكي على الفلوس ها الفلوس ما فماش حكايه فارغه نحكي على البروجي نتاع هون وكيف يسمعوا كلامك وكيف يقدروك وكيف يعتبروك حاجه باهيه هذا بالنسبه لي انا فخر ما نخممش انا ماديات اول حاجه اسم كره يد والحمد لله يا ربي انا كاريري قبل الحمد لله اي ما جاوبتنيش كله كارير محترم لا محترم جدا لعبت في الكلوب لسبيرونس ليتوال لعبت في البوندسليغا كيف كما كنت تحكي اكثر من محترم انا نتصور فرنسا بريمير ديفيزيون اي صحيح جوير اخ ماير جوير انترناسيونال بريمير تور في كوب دو مون في البرازيل انت رجعت بيا وائل رغم هذا كل ما كنتش معناتها ديما في المنتخب علاش وائل ما كنتش منتخب والله ما نعرف خويا فما عباد باش تلوم والله ما نعرف انا والف انا كوب دافريك وكوب دو موند 2006 في المانيا وشامبيون دو موند اللي في السويد اللي جبنا فيها ثاني والله يا خويا ما نعرفش يعيطوا لي نمشي ما عيطوا ليش ما عندكش مشاكل مع حد ولا حاجه هكا من مقصينك والله العظيم فما انا هذيك مشيت على روح الحكايه وانا قلبي ابيض يعطيني مع شكون قول لي مع شكون
والله العظيم اسامي زين قلت حاجه ما نحبش نجبد الاسامي وكل واحد مشيت على روحه الحكايه وكو. انا قلت تو خمس انا هوني شوف انا فرحان بروحي هوني كنشوف انا ديزالمون تقني هوني يحترموك ويكلموك يشاوروك في اقل اي حاجه كما قلت لك في المانيا هوني فما 12 14 ديفيزيون معناها سينابورت معناها ما تنجمش انت تدخل ولا تمشي ولا تعمل ولا هوني ولا هوني ليكيب التورنير نتاع البنات هوني سينيور اخر انترناسيونال دانوار باتريس كان معروفه بالكتاب جيت شاورني انا ولا نقعدوا مع بعضنا وباش نعملوا بلون تاع بريباراسيون ولا بلون تاع حاجه معناها هذا انا عندي في فخر لي انا وفخر لتونس وفخر انا الشيء اللي يؤلمني اللي في تونس معناها انتوفو معناها وانا الشيء اللي راه فيه في تونس عباد ما عندهاش حتى علاقه بالهون وتحكم بالهون صحيح فهمت ولا وينو 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 توكي تونس ليكيب ناسيونال لو جا لو تورنير وينو هاي سانتيز وينو هو الحماس وينو هيك المجنن وينو اندر عيان اي مشاو في نفس الشوا نتاعك انت وائل عصام ويسام اذا يبداو من اوروبا ايضا ايه اما هما دادا كان ما فماش فرصة ما فماش ترونر هما ابجل صحيح هما ابجل انا رعيت مسكين اندر بارونتيز تشلك بالاسم نتاعو اللي عامل فرصة تشلك الراجل صحيح صحيح كلامي ولا غلط لا لا معقول اي انا ما نجيش نحبش انا في تونس ونتشلك نحب حاجة على قاعدة يعطوني قدري وانا عندي ما نقول في روحي انا مانيش ما نشكر في روحي ولا في حاجه ولا في حاجه ولا في حاجه انا خدت كيما ما تغفنيش ما زلت ميم هكاك ما تغفنيش من خيار هكاك ما يغذونيش معنا جمعيات الصغار اللي قبل يطلعوا في جوارات تو ما عادش موجودين في كنات ما تغفنيش شيء هذاك انا صحيح صحيح تك صحه خليك في خليك في اللقاء كان تحب تزيد حاجه تضيف حاجه كلمه الختام ان شاء الله كره اليد التونسيه ترجع كيما كانت ان شاء الله ديما في العلالي ولنا موعد ان شاء الله ان شاء الله إليه. بالتوفيق لك انت وان شاء الله نسمع عليك اخبار طيبه في القريب ان شاء الله لما لك ما قلنا من لون نشوفوك في البوندسليغا الدرجه الاولى موزيكا فما مواصلين في فير بلاي حتى للخمسة.